مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، والنهاردة هنتابع مع حضراتكم أكثر من أمر مهم بيتم داخل النادي الأهلي، اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي وتكريم لكل المشاركين في اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي، تقديرا من مجلس الإدارة والمسؤولين في النادي على الجهد الكبير المبذول طوال الفترة الماضية حتى تخرج لائحة النادي الأهلي كأفضل ما يكون وبما يليق بالنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره، وأنها تكون إن شاء الله أساس للعمل وأرض صلبة يقف عليها النادي طوال السنوات القادمة بإذن الله في كافة الأنشطة على مستوى الرياضة والخدمات الاجتماعية وكل عمليات التطوير وإدارة النادي في كافة الاتجاهات. عندنا النهاردة في الأهلي ليلة أكثر من أمر مهم بنتابعه، استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لمباراة العودة، تدريبات الفريق الأول بعد الراحة اللي حصل عليها من الجهاز الفني بقيادة كارتيرون واستئناف التدريبات وتجهيز اللاعبين والتغلب على قضية غياب أكثر من عنصر مؤثر في صفوف الفريق قبل المباراة القادمة والمهمة في مشوارنا في البطولة الأفريقية. وأيضا عندنا أمر مهم هو متابعة هذا الحوار اللي بيتناول كل الأمور الخاصة بكرة اليد، حوار تفصيلي هيجري زميلنا العزيز الكابتن خالد العوضي مع الكابتن عاصم حماد رئيس جهاز كرة اليد في النادي الأهلي، وده هيكون الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة من الأهلي ليلة. خلونا نبدأ سريعا مع حضراتكم بفقرتنا الأولى وحوار تاريخ النادي الأهلي الغني بالأسماء المؤثرة اللي شاركت في تحقيق الإنجازات واللي سطرت وشاركت في كتابة سطور مضيئة في تاريخ كرة القدم والرياضة المصرية والأهلوية على وجه التحديد. النهاردة معانا ومعاكم في الأهلي الليلة واحد من أصحاب المواهب الخاصة جدا في تاريخ منتخب مصر والنادي الأهلي والكرة المصرية بشكل عام، واحد من اللاعبين اللي كانوا بيتمتعوا بحب وجماهيرية كبيرة جدا، لأنه من اللاعبين اللي كان بيطلق عليهم أن كرة القدم في أقدامهم سهلة في الملعب، أنه بيقدم السهل الممتنع وبيتحكم في الأمور وفي إيقاع المباراة اللي بيشارك فيها بالشكل اللي هو عايزه، لأنه من أصحاب المواهب الفطرية النادرة جدا. بل الأمر تخطى ده لأنه كمان بعد اعتزاله قيل أنه كان يمكن أن يقدم المزيد والمزيد ويبقى له شأن آخر لو كان خاض تجربة الاحتراف الأوروبي وحصل على فرصة يستحقها وتم بالفعل عرض أكثر من عرض احترافي أو قدم أكثر من عرض احترافي لهذا النجم الكبير للنادي الأهلي، لكن الظروف لم تسمح بخروجه للاحتراف الأوروبي وكان يستحق هذا الأمر، وخبراء كتير قالوا أنه كان هيبقى واحد من أصحاب أفضل التجارب الاحترافية لأن موهبته نادرة جدا. معنا ومعاكم النهاردة في الأهلي الليلة النجم الكبير نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا ورئيس قطاع الناشئين في نادي مصر المقصة الكابتن محمد عبد الجليل. مساء الخير كابتن عبد الجليل، أهلا بحضرتك، سعداء بوجودك معنا النهاردة. مساء الخير، ومش عارف أشكرك إزاي جندي، بجد من أول مرة أطلع معاك ده يسعدني طبعا. لا بجد، وانت من الناس اللي زي ما قلت لك يعني بحب اتفرج، ان انت وسطي ربنا يخليك، مقدمه جميله وفعلا ده اقل ما تستحق، وهنناقش ده بالتفصيل وهفاجئك باسئله كتير كمان. زملائنا عارفين طبعا قدر موهبتك ونجاحك وما ساهمت في تحقيقه مع زملائك من نجوم كره القدم في النادي الاهلي، واعدوا ما تستحق من تساؤلات ومنها كتير هيبقى مفاجئ لك كمان. هنتكلم بصراحه قوي النهارده عن مشوار النجم الكبير محمد عبد الجليل. خلينا نبدا بلحظه انطلاق اللاعب محمد عبد الجليل. اول مرحله بدات فيها تجربتك مع كره القدم كانت امتى وفين؟ هو انا ابتديت وانا عندي حوالي 11 سنه، بس كان في نادي الشمس، وكان الجيل بتاعي في نادي الشمس ايهاب جلال، اللي هو كان ايهاب جلال والكلام ده وانا عندي 11 سنه. و بعد كده يعني ما كملتش، لعبت سنه الا شويه، وبعدين عملوا قالوا في اختبارات عندي المعلومات اللي عندي عن النجم محمد عبد الجليل بتقول انك ابتعدت شويه عن كره القدم ورجعت استأنفت. لا انا بحسبك انت بتقول من الاول يعني يعني انطلاقتي الصح يعني هي في الفريق الاول. لا هو انا فعلا كنت ابتعدت ساعه الثانويه العامه، تعرف طبعا زمان الدراسه قبل الكوره واولياء الامور او الاسر بتخاف على اولادها. بالظبط، دلوقتي اولياء الامور عايزه والدك الكرة. انا عارف ان والدك كان خايف عليك من ان ده يشتت كره القدم، تشتت تركيزك في الدراسه. ده حقيقي، وفعلا قطعت سنه مع اني كنت قعدت لعبت حوالي 4 سنين ناشئين اهلي، وبعدين رجعت كان عندي 17 سنه بس ما كنتش لسه طولت، كنت لسه صغير برضو لسه. قعدت ناشئين اهلي من 13 ل 17 سنه، من سن 13 سنه ل 17 سنه بالظبط كده. وبعدين قطعت ورجعت 18 سنه، رجعت 17 سنه. كان في مدرب موجود بدون ذكر اسمه طبعا ربنا يكرمه، ودي وجهه نظر، ولقى جسمي صغير وما يعرفنيش وما شافنيش فقال لي شوت على الجون مش عارف ايه، فانا كنت بقالي سنه بعيد وكل كره تطلع في الاول. فقال لي انت ما لعبتش كوره قبل كده،
فقلت له لا لعبت هنا 4 سنين. فقال لازم ما تنفعش يعني. قلت له لا خلاص شكرا وبتاع. فمشيت زعلان قوي. الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه ابو الاشبال هو اللي كان اول واحد اختارني وانا عندي 12 سنه ما رحت الاختبارات. من تاني كوره قال لي تعالى اسمك ايه؟ قلت له اسمي محمد عبد الجليل. كان مهارتك والكنترول على الكوره والدريبلينج باين في سنك ده. يعني ما هو الراجل طبعا ابو الناشئين. امال سموه ليه ابو الناشئين؟ يعني عينه الله يقدر من 10 ثواني يشوف فيهم لاعب بالظبط. ودي انا اتعلمتها منه في الاختبارات اللي بعملها. بشوف اللعيب من اول لمسه بيبان او من اول تحرك بيبان ده كان كويس او وحش. فنادهلي قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له محمد عبد الجليل. فعمل لي صح قال لي بكره مش عارف الساعه كام يا عبد الجليل. كان اول واحد في مصر قال لي عبد الجليل ده كابتن مصطفى حسين. فطلعت عبد الجليل. المهم لما رجعت بقى في 18 سنه كنت خلاص انا عم وكنت طولت شويه وكده. وكان مسك بقى الفرقه كابتن انور سلامه 18 سنه. فقالوا له كان عندك مشكله انك من اللاعبين اللي نموهم في ناس نموهم البدني بيبان شويه اقرب يعني لسن ال 20 يعني. انا لو جبت لك صور انا عندي 14 سنه كنت اقصر واحد كده يعني في فرقتك اقل واحد في جيلك. كان ساعتها كان الكابتن فتحي مبروك هو اللي ماسكنا يعني. فكابتن انور قالوا له ده في محمد ده كان معانا قبل كده وبعدين قطع. رحت فين بقى بعد ما مشيت زعلان بعد المدرب اللي استبعدك من الاختبارات وعندك 17 سنه عملت ايه؟ رحت طبعا والدي قال لي في ايه وكده وقلت له فلان الفلاني قال لي انت ما تنفعش وكده. قال لي طب ما دخلتش ليه كابتن مصطفى حسين؟ ما هو عارفك وكده. ففوجئت بعديها بفتره كده ان الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه اتصل بيا وقال لي تعالى يعني ان الكابتن انور مسك وعايز يشوفك يعني. فروحت فوقفنا كده فكان بيقول لي انت بتلعب ايه؟ فبقول له بلعب خط وسط مهاجم. قال لي طب العب باك ليفت. طبعا انت عارف الكابتن انور من زمان شخصيته قويه جدا ورخم بس انا ابويا ورخم ما بيهزرش. فقلت له حاضر. فكان عمرو انور وهاني رمزي قاعدين جنبه. فهو بيشوف بقى الجداد على الناس اللي مثلا عايز يمشيهم او حاجه. فالوينج رايت كل ما يجي يعدي مني اروح اقطعها منه ومرقصه داخل نص الملعب بشغلي. واحده في الثانيه راح باصص لعمرو وهاني قال لهم هو كان عندنا. قال لهم قال لك مين اللي مشاه؟ سؤال لا منطقي على طول. ومن ساعتها بقى الحمد لله تدرجت مع الكابتن انور لعبت ما خدنا بطوله 18 سنه 19 سنه وبدات تبقى من نجوم الفريق معروف بقى من العناصر المميزه. ربنا يخليك يعني انا انضميت لمنتخب مصر مع الجوهري بقى من اول سنه ليا في 18 سنه لما صعدت مع كابتن جوهري في منتخب مصر انا وهاني رمزي. كنا اول ما صعدنا كان 88 و7 اخر اخر 88. انتوا نفس العمر كابتن هاني رمزي ولا هو اكبر سنه ولا كابتن؟ لا لا انا اكبر منه ب هو 69 انا اكبر منه بسنه كده او حاجه. انا من جيل عمرو عادل عبد الرحمن. في لعيبه كتيره بطلت كانت احسن مننا كانوا مميزين جدا جدا وعمرو انور كمان. لا لا يعني طبعا زملائي كمان خايفين يكون المشاهد مش عارف قصدك عمرو مين لكن قلت مره عمرو انور وهاني رمزي كانوا معاك في التمرين ده وقت الاختبار ده كانوا هم نفس المجموعه اللي معاك وقت ما اختبرك كابتن انور سلام كان عمرو انور وهاني رمزي وكان هاني رمزي بس طبعا هم قدام فقاعدين جنبه لان هو كان بيشوف الجداد. فهم كانوا خلاص مكانهم ثابت في الفتره دي طبعًا في الفريق. كان ساعتها يعني حتى هو اللي ابتدى قبلنا يبقى علينا كابتن فرقه كان عمرو انور لعب قبلنا مع الشيخ طه سنه 86 في اواخر كده وبعدين احنا 87 عادل عبد الرحمن لعب قبلها بربع ساعه يعتبر كابتن عليا. بعدين لعبت انا وهاني رمزي مع بعض متهيألي او هو او بلاي بعد مش فاكر يعني. وعندنا الحته دي ما بتفرقش قوي حته الكابتنه دي يعني انت ممكن تلاقي دلوقتي واحد مش كابتن الفريق ومش اقدم لاعب شارك في الفريق لكن بيقوم بدور الكابتن يعني ولما كان بتفرق الموضوع ده قد ما بتفرق احترام. لو اللعيب زميلك اكبر منك لازم تقول له كابتن. طبعا مش هيبقى جيلك يعني زي عادل وعمرو اقول له عادل اصحاب يعني مرحله اصحاب انما تقدر تقول لاسامة عربي اسامة عربي لا يمكن لان في فرق سن وخبره. ما ينفعش لغايه دلوقتي كابتن علاء كابتن مره كانت طارق زيد كان بيلعب معانا في الملعب كان ماتش الترجي فكل الكوره تجيله كابتن طاهر فقال لي يا ابني اما تقول يا كابتن طاهر يكون الراجل ماسكك اسم طاهر او زيده قال لك الماتش مش مستحمل يعني كده. كابتن طاهر ايه يعني بس هي احنا اتعلمنا الكلام دوت بس الحمد لله اتضميت. بس طبعا تصفيات كاس العالم اللي وصلنا لها
لعبت فيها حوالي 3 ماتشات، وكنت من 88 لاخر معسكر في انجلترا اللي طلعوا منه على كاس العالم. طيب خلينا نبدا حديثنا عن انطلاقتك مع الفريق الاول وتواجدك مع منتخب مصر الاول مع كابتن الجوهري كمان من مرحله منتخب 18 سنه، وبعدها وجودك كنجم من نجوم منتخب مصر الاول لكره القدم، لكن بعد ما نتابع مع كابتن عبد الجليل ومع حضراتكم هذا التقرير. محمد عبد الجليل هو أحد أبرز اللاعبين الذين لعبوا للنادي الأهلي في فترة التسعينيات، نجح في ترك بصمة جيدة لدى جمهور الأهلي لما له من موهبة يتمتع بها. ياسر ريان أول كورة والصباح الجماهير بتتنقل لو كان محمد جليل ولد عبد الجليل في 2 من أكتوبر عام 1968 في حي المطرية. بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة عندما دخل اختبارات النادي الأهلي في نادي المطرية، وتم ترشيحه من قبل الكابتن شاكر عبادة كشاف الأهلي وقتها للانضمام إلى مدرسة الكرة، وبالتالي انضم لفريق 13 سنة ولعب في قطاع الناشئين حتى سن 15 سنة، ثم عاد ليتدرب تحت قيادة فتحي مبروك في فريق 13 سنة حتى سن 15 سنة. فاز ببطولة الجمهورية للناشئين تحت 18 سنة مع الأهلي تحت قيادة أنور سلامة وقتها، بعد الفوز على الزمالك بخماسية مقابل هدف في موسم 1987. رشحه سلامة للانضمام إلى الفريق الأول عندما كان مساعدا مع الإنجليزي باتلر، كما تم تصعيد عمرو أنور وهاني رمزي وعادل عبد الرحمن في نفس التوقيت. أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول كانت أمام الإسماعيلي، وشارك في آخر 20 دقيقة وسجل هدف الفوز للأهلي. لقاء القمة موسم 93-94 لا ينساه عبد الجليل، بعدما أحرز هدفا من أصل 3 فاز بها الأهلي وحصل على الدوري العام هذا الموسم. كما لا ينسى عبد الجليل مباراة أفريكا سبور الإيجواري في بطولة إفريقيا التي سجل خلالها هدفا مميزا من منتصف الملعب، وبعدها يفوز الأهلي بلقب بطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس عام 1994. حقق عبد الجليل مع الأهلي 5 بطولات للدوري و3 بطولات للكأس وبطولة إفريقيا أبطال الكؤوس وبطولة الأندية العربية 94 والبطولة الأفرو أسيوية. كابتن عبد الجليل، بعد ما تابعنا مع حضرتك ومع مشاهدينا هذا التقرير، عايزين نتكلم شوية عن الفترة اللي بتشوف انها اغنى فترة في تاريخك الكروي فنيا. افضل فترة اديت فيها مع النادي الاهلي مع منتخب مصر امتى؟ نبتدي من النادي الاهلي. كان موسم 93-94 ده من احسن مواسم عمري في النادي الاهلي، ومع المنتخب من 88-90 دي افضل فتره، دي افضل فترات ليا في المنتخب ومع النادي الاهلي. مين الدويتوهات او اللاعبين اللي كانوا هم معاك في الملعب بتشوف انك متفاهم معاهم لاقصى درجه وبتقدم لهم، يعني بتخليهم هم كمان مستواهم اعلى وهم بيخلوا مستوى عبد الجليل اعلى في الملعب؟ بص، هم في حوالي 3-4 منهم من الناشئين كان عمرو انور، واحنا طالعين مع بعض كان برضو يعني كنا انا وهو دويتو، انه كان فيرود وانا باجي من تحت، فكنت لما اديها له انا عارف انه هيعملها لي 1-2 على طول، فكنت بجيب اجوان كتير وهو كان بيجيب اجوان برضو كتير. في الفريق الاول لما طلعت مع النادي الاهلي لقيت لعيب جاي من الترسانه اسمه، كنت انا صغير، اسمه محمد رمضان، اسمع عنه ولعيب جامد جدا. طب انا هلعب جنبه ازاي؟ ده في حسام حسن وفي ايمن شوقي وفي سنسمع ان هو يعني بيلعب على الواقف كده وما يجيب جول ما بيجريش المهم اتمرنا وبتاع. بعد شهرين اكتشفت ان ده من احسن اللعيبه اللي بتتحرك في مصر جد،
يعني فعلا انا بفهمه. هو دايما كان يقولها لي، يقول لي انا بفهم انت عايز ايه من عيني لما تبص لي. والله يعني احنا جبنا جون مره في الاتحاد السكندري، كان ايمن شوقي ورمضان في اسكندريه، عصام ربيع كان ماسك ايمن شوقي، وطارق العشر كان ماسك رمضان، وانا جاي من شايق من النص، فالطبيعي ان هم بيفتحوا، لو جه طارق العشر عندي هروح اعمل رمضان يجيب جون او العكس. اللي المساك هيقرب لك هتدي اللعيب. شوف الذكاء بتاع رمضان وبتاع ايمن، مش مهم يجيبوا جون، جريوا الاثنين راحوا معاهم. عم طارق العشر رجع يلحق يرجع، كنت انا بتمشى وصلت لغايه نقطه البيل، انت تخيل عم لحق رجع ما لحقش، رحت راكنها في الجون. الجون ده يتحسب لرمضان وايمن شوقي مش ليه؟ هما اللي فتحوا لك السكه، سهلوا عليك كابتن حسام حسن. الجون اللي بتكلم عنه قدامنا يا كابتن عبد الجليل. ايوه برافو عليك، بالظبط كده، صح صح. انا عايز عايزه يتعاد تاني، لان شفت تحرك طبعا اكتر. محمد رمضان راح فين وايمن شوقي راح فين؟ لا اصل بنتكلم على اثنين فراوده من افضل المهاجمين اللي جم في تاريخ مصر، يعني لا ده انا هقول لك على الثالث، حسام حسن كان بيحارب وتنزل لنا على الهادي عشان هو كان فايتر بيخبط في المدافعين هنشوف الكرة اكتر من مره. يعني المجموعه دي هل فضلتوا مستقرين فترة على كده؟ الفترة دي كان بيدخل عناصر جديدة وفي نجوم موجودين سنهم أكبر، هل الفترة اللي عشتها كلاعب محترف في الفريق الأول في الأهلي كان فيها تغييرات كتير في شكل الفريق، ولا كان قوام الفريق ثابت لحد كبير؟ لا هو سنة 93-94 ده كان قوام الفريق ثابت لغاية آخر الدوري بحوالي 7 ماتشات أو 8 ماتشات. طيب هسأل أسئلة، الأسئلة الصعبة احنا بس عندنا في اي وقت هنتوقف مع فاصل ونرجع. طيب خلينا نتوقف مع الفاصل، وبعد الفاصل القصير نعود لاستكمال هذا الحوار، تابعوا. كابتن عبد الجليل، الفترة اللي قيل فيها انه النجم محمد عبد الجليل عنده امكانات تخليه في منطقة تانية خالص، لو احترف في اوروبا هيبقى من افضل اللاعبين في اي نادي هيروحه، لو كمان انضبط في الجزئية الخاصة بنظام التغذية والحفاظ على الوزن وطبيعة الحياة ومواعيد النوم، لانه كان يقال انك لاعب موهوب جدا جدا وموهبتك بلا حدود، لكن بتحب الحياة والخروج والقعدة مع أصحابك، وإن ده مأثر لدرجة إن في أجهزة فنية تولي تدريبك في الأهلي كانت بتقول أنا محتاج أخليه يركز، لأنه ما بيركز ويقعد فترة مركز جدا على الكرة بس بيبقى حاجة تانية خالص، في مستوى تاني خالص. فين الحقيقة في ده كله، وإيه اللي عايز تنقله من تجربتك الغنية مع كرة القدم للأجيال الأصغر عشان يستفيدوا بيه؟ الحقيقة يمكن 95% ده، 75% ده صح. لان انت عندك 18 سنة لقيت نفسك مرة واحدة في نادي الاهلي تلعب مع علاء ميهوب طارق زيت مع زهر الالقاب طبعا اللي كنت تحلم تقعد معاه في الاوضة، رحت منتخب مصر، يعني في ناس قديمة جدا في النادي ما كانتش راحت، وانا وهنا رمزي رحنا منتخب. ساعات كده انت دماغك لو محدش نصحك او بتتأثر بالنجومية السريعة. يعني انا كان والدي دايما ينصحني، كان خالي احمد الله يرحمه، كان خالي محمود، دكتور محمود كان دايما ينصحني، بس برضو غصب عنك شوية انت فاهمني. فانت راجل حتة شعبية المطرية، ما تقدرش ما يعني بتقعد على القهوة مع اصحابك عشان ما يقولوش تكبر، فمثلا تسهر الساعة 1-2 مثلا، تخرج معاهم تسافر معاهم مش عارف اسكندريه عشان ما يعني في حاجات ساعات بتيجي على نفسك ودي غلط. اكل عيشه خلاص انت محترف، الفرق بالمحترف ما اعرفش. يمكن لو انا كان جالي احتراف كان ممكن اركز. كان في عرض في يوم من الايام من اندرلخت البلجيكي ومن اكثر من لا كان نادي برتغالي كان جه، وكان الكابتن عبد الصالح الوحش ساعتها، كان الكلام ده 87-88 ايام فايتسر، برضو كنت عامل موسم رائع رهيب مع فايتسر دوت، كنت طالع. فكان عندي طبعا كام 20 سنه ساعتها. طيب ايه اللي حصل وليه ما نجحتش عمليه التفاوض لانتقالك لنادي من الانديه الاوروبيه؟ وحسب تاكيداتك كابتن عبد الجليل كان عندك عرض من نادي في الدوري البرتغالي. خلينا نعرف اجابات الاسئله دي، ولكن بعد ما نستمع الى مشاركه زميلنا ومراسل قناه الاهلي من داخل النادي الاهلي في الجزيره زميلنا العزيز كريم احمد، يطلعنا على المستجدات في الانشطه الجاري العمل عليها داخل النادي، كل ما يتعلق باجتماع مجلس الاداره وايضا تكريم اللجنه
المركزية للائحة النظام الأساسي واستعدادات فريقنا لمباراة العودة أمام حورية كوناكري الغيني. مساء الخير يا كريم، تفضل. برحب بيك في البداية أستاذ محمد الجندي، برحب بيك وبرحب بكابتننا طبعا كابتن عبد الجليل وكل مشاهدي ونجوم النادي الأهلي. شكرا جدا، تفضل، احنا سامعينك، بشكرك وسامعينك، وقول لنا طبعا اخر المستجدات من خلال متابعتك من موقع الحدث داخل النادي الاهلي في الجزيره. هبدا معاك في البدايه بتدريب فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا كان يوم السبت ويوم الاحد راحه بعد الرحله للشقه والعوده من فينيا، كانت الامور يمكن صعبه هناك، الطائره الخاصه اللي تم توفيرها يمكن سهلت كتير جدا على لعيبه النادي الاهلي، لكن برضو رحله مرهقه كبيره جدا وعدد ساعات كان كتير جدا على لعيبه النادي الاهلي. فكان قرار من مستر فتره الكابتن محمد يوسف 48 ساعه راح لعيبه النادي الاهلي على نستنيكم النهارده اولى التدريبات استعدادا ان شاء الله لمباراه حوريه كوناكري الغيني. ان شاء الله تكون مباراه من نصيب النادي الاهلي. النهارده كان التدريب في الساعة الخامسة مساء، بدأ التدريب بمحاضرة فنية لمستر باتريس داخل الملعب، كان فيها أمور كثيرة جدا اتكلم فيها على أهمية هذه المباراة، في محاضرات كثيرة فردية مع اللعيبة بيقوم بيها مستر باتريس والكابتن محمد يوسف. كمان كلمهم على مساندة الجمهور اللي إن شاء الله متوقع أن يكون عدد كبير متواجد من جمهور النادي الأهلي للمساندة. البطولة الأفريقية فنيا لابد يكون في تركيز، لكن كمان لابد يكون في مساندة جماهيرية من جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد زي ما احنا عارفين، فأكيد بنتمنى إن شاء الله يكون كل جمهور النادي الأهلي متواجد في استاد السلام اللي هيستقبل المباراه. عايز اطمنك على المصابين، ده سؤالنا التالي، ده مهم جدا اللي هتتكلم عنه دلوقتي، انه في تصريحات للجهاز الفني، كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره قال انه وارد ان سعد سمير يلحق المباراه، وعندنا حجم غيابات، الجمهور عايز يطمن منك على فريقنا ومدى جاهزيه العناصر المؤثره في الفريق وحجم الغيابات كمان في المباراه دي. هبدا معاك بالعناصر اللي جاهزه استاذ محمد الجندي. يمكن وليد سليمان كان في شكوك حول اللقاء لحقه بمباراه العوده، خرج طبعا وليد زي ما احنا شفنا في المباراه الاولى، لكن من تاكيدنا من الجهاز الطبي للنادي الاهلي بقياده الطبيب خالد محمود، وليد سليمان جاهز وشارك النهارده في المران ان شاء الله يكون موفق في المباراه. ايدو جابر النهارده بيشارك في المران الجماعي وبيعلن كمان جاهزيته باذن الله مباراة حورية كوناكري. غاب ميدو جابر عن المباراة الماضية. محمد نجيب اللي للأسف طبعا بنتمنى له كل التوفيق خلال الفترة اللي جاية، قطع في الغضروف ده يمكن هياخد وقت شوية، محمد نجيب 6 أسابيع، لكن إن شاء الله الأهلي بما حضر كل اللعيبة إن شاء الله تكون على قدر المسؤولية بإذن الله اللي هتشارك في المباراة. سعد سمير يمكن نقدر نقول بلغة الكورة شدت الخلفية صعب اللي حاصة بالمباراة، لكن سعد سمير في محاولات مستميتة من النادي الأهلي إن هو يجهز حتى أن يكون حتى في قائمة النادي الأهلي، لأن يمكن عندنا عدد كبير جدا من الإصابات، عدد كثير بيضرب خط الظهر. سعد سمير النهارده ما شاركش، شارك في الجيم بعض التدريبات التاهيليه الخفيفه، لكن يمكن سالنا طبيب النادي الاهلي خالد محمود قال لا سعد يمكن احنا بنحاول ان احنا نجهزه، لكن يعني صعب اللي حصل ان هو يلحق هذه المباراه. عنده شد، هو ما عندوش الم، هو عنده شد في العضله الخلفيه، واكيد طبعا بتاخد وقت شويه بالنسبه للتلاحم الكبير بالنسبه للتدريبات والمباريات، لكن اكيد بنتمنى ان شاء الله ان يكون سعد من اللعيبه والرجاله. سعد يحاول ان هو طيب يعني عذر معذره لضيق الوقت، وعايزين نعرف منك اكتر من معلومه مهمه يا كريم، لو قلت لنا سريعا جدا الاسماء اللي حتى الان مؤكد غيابها عن المباراه القادمه، قول لنا الاسماء بس سريعا الاول. محمد نجيب، عمرو السوليه، سعد سمير. طيب يعني دول اللي انا اقدر اقول المؤكد حتى الان غيابهم عن اللقاء القادم. دول الثلاث لاعبين اللي اقدر اقول لك ان هم هيغيبوا عن التدريب غدا ان شاء الله يكون التدريب في الساعه 9 صباحا. اروح معاك للجنه المركزيه والتكريم اللي كان مميز جدا كابتن محمود الخطيب النهارده، كان ليه كلمات رائعه لكل من شارك في لائحه النادي الاهلي النهارده، كان حاضر كل المستشارين القانونيين كل الرموز النهارده، كانت لفه رائعه تسليم دروع من مجلس اداره النادي الاهلي مستر محمود فهمي مستر مجدي العجاتي، كل رموز القانونيين اللي كانوا موجودين في اللائحه النهارده، كان تكريم رائع ويبقى ان شاء الله دور عضو الجمعيه العموميه باذن الله ان شاء الله يكونوا متواجدين بكثافه. العدد ان شاء الله يفوق ال 20 و25 كعهدنا، 25,000 طبعا كعهدنا باعضاء الجمعيه العموميه. لسه من لحظات منتهي الاجتماع ومنتهي التكريم، بدا على طول مباشره اجتماع خاص بمجلس اداره النادي الاهلي انطلق في الساعه 7، لكن يمكن الاجتماع يبقى ممتد طبعا كعاده اجتماعات مجلس الاداره هنا، لكن بقول لك هنا يمكن الامور ماشيه بشكل مطمئن جدا. لائحه النادي الاهلي ان شاء الله بعد المجهود الكبير اللي بذل خلال الفتره الماضيه ان شاء الله تكون لائحه قليل باسم النادي الاهلي باذن الله. محمد الجندي ان شاء الله يبقى دور العوده الجمعيه العموميه باذن الله ان شاء الله. بضم صوتي لصوتك زميلنا العزيز كريم احمد من داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره، شكرا جزيلا لك للمعلومات اللي تابعنا من خلالها اخر المستجدات داخل النادي الاهلي من خلال مشاركتك معنا، اشكرك جدا يا كريم. واعود الى ضيفي الكابتن محمد عبد الجليل نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا. كابتن عبد الجليل، ليه التجربه لم تنجح او ايه كانت العقبات امام احتراف الكوره؟ يعني هو كان ساعتها الله يرحمه كابتن عبد الصالح الوحش كان رئيس النادي، وما كانش فيه حاجه يعني اسمها احتراف او
يعني ان انت تودي لعيبه في الوقت ده ما كانش موجود في ثقافتنا في لا لا خالص، وما كانش في حد زي يطلع يعني، حتى ما فيش حد يطلع من نادي النادي كتير قوي يعني، ما كانش اياميها الكلام دوت. اتعرض واحد عنده 20 سنة ويعتبر من افريقيا، ومعلش برضه 87 مش زي الاجيال اللي عملت صنعت اسم في كاس العالم الاندية. احنا كان سنتنا كانت 3 بطولات، دوري وكاس وكاس افريقيا بس. فدلوقتي البطولات الكتيرة، فكنت تتمنى يبقى المقابل المالي المطلوب اقل عشان تسهيل مهمة خروجك للاحتراف. هل كان المقابل المالي اللي طلب مبالغ فيه، ولا الفكرة اترفضت من الادارة؟ يعني هو لا، هو كان تطفيش لانه طلبوا يعني حوالي مليون دولار. فالراجل يعني قال انتوا يا جماعة مش معقول يعني ده احنا بنروح افريقيا بنجيب لعيب ب 10,000 دولار، وفعلا ياخد اللعيب وهو صغير عنده 10,000 دولار 5,000 دولار. طب ده محبه، النادي متمسك بيك، مش عايز حد ياخدك منهم. لا يعني بس دلوقتي طبعا شرط تعجيزي يعني في الظروف دي لان هم فعلا كانوا بيبنوا فرقه جديده وجيل جديد طالع بعد الكباتن الكبار اللي كانوا بطلوا، كابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن خالد جد الله. فكان طالعين انا وعمرو وبتاع، وبعد كاس العالم بقى ابتدت تفتح. هاني رمزي راح احترف وكده وربنا كرمه. هي مش مكتوبه بس يعني انا سعيد ان انا في يوم من الايام اتعرض عليا عرض برتغالي. سعيد من الايام انا لعبت. كنت تتمنى تبقى لاعب محترف في اوروبا في طبعا يعني. بعد اللي بشوفه طبعا، وبشوف محمد صلاح واللي بيعمله. انا دايما اقول لاولاد الناشئين اللي عندي، محمد صلاح مش دايما تسمعه في التلفزيون، دي حقيقي. لما كان بيركب 5 مواصلات 6 مواصلات يعني خلوا عندكم امل وممكن انسان تاني. وانا عندي لعيبه كده بتيجي عشان تجي من في الفيوم، معظمهم عشان يجي الفيوم بلد كبيره جدا ممكن يركب 3-4 مواصلات. والحمد لله انا شايف محمد صلاح مدي طموح كبير قوي للعيبه كتيره قوي. انا بقول لهم بجد يعني، او لاي نادي اي لعيب يجي له عرض احتراف سيبوه وهو صغير. طيب. هنرجع نكمل كلامنا، طبعا هختتم كلامنا عن مشوارك كنجم مع المنتخب مع النادي الاهلي، عشان ننتقل للنقاط المهمه اللي اشار لها زميلنا كريم احمد ومشوار الفريق في الدوري هذا الموسم في البطوله الافريقيه، عشان يبقى الاسئله الاخيره هتكون متعلقه بمشوارك كمدرب ومسؤول حاليا او مشرف على قطاع الناشئين. كابتن محمد عبد الجليل، هنربط الكلام كمان بقطاع الناشئين، بيتصرف بحزم مع الولاد مع اللاعبين اللي مشرف عليهم النهارده في يوم من الايام كابتن انور سلامه، وكان يعشق اللاعب محمد عبد الجليل وامكاناته وقدراته. قال لك لا، هتقيم داخل النادي فتره، انا عايزك معايا، عايزك قدامي تدريب واكمل يوم، وتقدمت ايامها مستوى يعني تفوقت على كل لاعبي الكره في مصر في الوقت. سنة اخذت احسن لاعب خط وسط 93 94. هل احيانا بتقصوا على اللاعبين في قطاع الناشئين في مصر المخصص عشان تاخد الموضوع؟ انا اخذت من كل مدرب حاجه فنيا واداريا. فنيا من فايسا اخذت منه التمرين ساعه وربع 10 دقائق، ساعه و10 دقائق. خدت من انور سلامه الشده، خدت من الجوهري التركيز في العمل. كل حياتك كوره فعلا يعني. انا لما بقعد في البيت ولادي ببص في السقف بفكر بكره 99 هيلعب، بعد بكره 2001. اشتغل على التخطيط للبرنامج كله يعني. لا بصراحه انا برضو عندي مدربين اكفاء جدا، عندي مدير قطاع انا يعني بحسد نفسي عليه برضو اللي هو اسمه احمد المنشاوي، ده مدير قطاع الناشئين، وده يعتبر الجندي المجهول لانه شايل عني حوالي 70-80% من شغل الاداريات. احنا معانا 350 لعيب زائد 60 مدرب واداري وجهاز طبي، عندي حوالي 45 مغترب على في خلال ال 10 فرق من 20 سنه لغايه 2011. طبعا 2011 ل 2005 ما ينفعش يبقى في اقامه. ليه؟ ما ينفعش بيت ولد عنده 8 سنين 9 سنين في شقه مع مغترب مع واحد عنده 20 سنه اكيد او 17. اكيد في معايير لكل سنه بالظبط كده. فهو اللي ليهم بتوع الجمهوريه ال 20 سنه وال 18 سنه وال 16 سنه دولت المغتربين عشان بيلعبوا جمهوريه، فبنجيب لهم شغل. اللعيب المميز السوبر قوي اللي هو مثلا في 2002 يعني، في ممكن يجي من 2002 و2004 بيلعبوا مناطق بس. مناطق يعني ايه؟ يعني الفيوم تلعب منطقه الصعيد، الاهلي ممكن يلعب منطقه القاهره، الزمالك يلعب منطقه الجيزه، دي اسمها منطقه. انما دوري الجمهوريه زي الدوري العام الممتاز. حتى السنه دي حاجه مش لذيذه قوي بس يعني خلاص خدوا القرار بيها خلاص، ان الفريق الاهلي مثلا لاعب سموحه اول ماتش اوكي،
انا لعبت سموحه اول ثلاث ماتشات لعبت 99 و2001 و97 بعديها المقاولين العب مقاولين طيب انا بقول اتحاد الكوره افرض المقاولين جاي للفيوم مثلا والحمد لله احنا بنستقبل الناس كلها زي الفل افرض ان الماتش حصل فيه اول يوم مشكله تاني فرقه هتيجي تاني يوم فرقه مثلا اقل او اكبر سيان هتبقى مشدوده واحنا مشدودين حصل حاجه ثالث ماتش ده ممكن ما يتلعبش صح ولا لا يعني منطقيا طبعا بس طبعا احنا بنحاول نحافظ دايما انا عن نفسي في الفيوم انا والرجاله معايا قبل اول ماتش ما بيخلص بنقف كده بندي ظهرنا للاعيبه الفريق المنافس اللي جاي وبنبص لفرقنا احنا ارجع 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 تحاول تبعد ما يبقاش في اي احتكاك واي مشكله اللي حتى بيحاول يقول كلمه اتفضل عموما المقترحات اللي حضرتك بتقولها او اي مدرب اخر او مسؤول في اي قطاع من قطاعات الانديه المصريه في كافه المستويات المختلفه المسابقات دي امر مهم وممكن يؤخذ في الحسبان يعني ممكن لجنه المسابقات تضع في حساباتها الامور دي وتستفيد باي مقترح مش عيب مش عيب بس هم كان متهيألي كانوا عايزين يعملوا الدوري بسرعه عشان الامتحانات وكده لان اتاخروا السنه ممكن تدارك النقط دي بعد كده ممكن مفيش واحنا ما عندناش مشكله والدنيا ماشيه حلو طب خلينا نسمع كابتن عبد الجليل راي الجندي المجهول حسب كلامك الكابتن احمد المنشاوي مدير قطاع الناشئين في نادي مصر المقاصه كابتن احمد مساء الخير مساء الخير مساء الخير استاذ احمد مساء الخير كابتن عبد الجليل مساء الخير كابتن منش كابتن منشاوي سعداء بمشاركتك معانا ومن دقيقة واحدة كان الكابتن عبد الجليل بيقول في مدرب هو بعتبره الجندي المجهول وهو اللي شايل عني الكلام على لسان كابتن عبد الجليل بيقول شايل عني 70% من التفاصيل ومن الجهد الكبير جدا في قطاع الناشئين أولا تحب تقول إيه عن عملك مع الكابتن محمد عبد الجليل وعلاقتك بيه وعن عبد الجليل اللاعب الموهوب جدا والإنسان والمسؤول في نادي مصر المقاصة هو في البداية طبعا أنا سعيد جدا نعمل مداخلة في قناة النادي الأهلي النادي العظيم وبشكر الكابتن عبد الجليل دايما هو بصراحه يعني بتواضع منه ان هو يعني بيخفي حقه دايما لكن لما الكابتن عبد الجليل كان موجود مع الفريق الاول وتشرفنا بنزوله مع القطاع بامانه يعني لقيت العمل مع الكابتن عبد الجليل عمل جميل جدا الكابتن عبد الجليل بسيط بيسمع اول سنه نزل على القطاع كان بيتفرج بس على الدنيا كلها وفي الشغل بعد كده بدأ كابتن عبد الجليل وجوده معنا فرق معنا كتير بأمانة بيتابع الفرق كلها بيتابع مدرسة الكورة أنا بشكره وهو يمكن بيديني أكتر من حق بأمانة وأنا بشكرك كابتن عبد الجليل لا يا كابتن منشاوي بأمانة والله يعني أنت اللي بتعمله قدام عيني أنا ساعات بقول له يعني حرام عليك نفسك يعني هو النهاردة يعني بيحب شغله قوي يعني بيبذل مجهود مبالغ أنت بتتكلم منين دلوقتي يا منشاوي؟ انا حاليا دلوقتي بتكلم من مباراه الفريق الاول في تنظيم ماتش المقاصه وحرس الحدود في الملعب دلوقتي حاليا يعني هو مدير قطاع ناشئين الحمد لله مصر المقاصه واثقه في احمد المنشاوي لانه راجل منظم جدا بجد هو اللي بينظم الماتشات بتاعتنا اللي هي الـ 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 الناس اللي بتقف حوالين الملاعب والصبيه بتاعت الملاعب كل التفاصيل كل التفاصيل هو اللي بيعملها بصراحه بيعمل شغل بعيدا عن الجانب الفني هو بيعملها محبه فعلا او كلنا بنشتغل بجد محبه عشان خاطر واحد اسمه الله محمد عبد السلام بامانه عظيم مش يعني حتى كابتن منشاوي يقول لك يعني هي الروح دي نتمنى تبقى موجوده عند كل العاملين في كل القطاعات والمدربين في الفنيين والقطاعات حتى غير الفنيه في كل انديه مصر انها هترتقي بمستوى الكوره ومستوى النشاط طيب اخيرا كابتن كابتن احمد المنشاوي سؤال اخير هل يعني حسب الكلام اللي سامعينه منك ومن كابتن عبد الجليل هنشوف عناصر مميزه بتطلع الفتره الجايه للدوري المصري من خلال بوابه مصر المقاصه وبتمدوا بيها الفريق الاول لمصر المقاصه هل بتعد بان قطاع الناشئين وسياسات العمل فيه هتقدم لنا عناصر مميزه جدا ان شاء الله؟ هو ان شاء الله طبعا القطاع يعني انشئ من 9 سنوات بالظبط بدانا نشتغل يبقى فيه اهتمام اكثر من 4 سنين انا من خلال برنامج بتقدم بالسوق اللي هو محمد عبد السلام واسمه احمد مجدي مشرف على الكوره عندنا اكثر من لاعب كويس في القطاع ان شاء الله نبدا نحصد اللي احنا اشتغلناه وتعبنا فيه السنين اللي فاتت دي في كل فريق عندنا اكثر من 2 3 كويسين جدا بس تتاح لهم الفرصه ان هم يتشافوا فوق هيبقوا حاجه كويسه ويبقى في تفريغ للفريق الاول وان شاء الله ده بمجهود الكابتن عبد الجليل ومجهود المدربين عندنا ومجهود المنظومه كلها لان احنا عندنا الحمد لله عاملين يعني في انقاذ ذات للشغل ما فيش فرق بين المدرب والتاني و
وقصة علاقة طبيعية وكلنا واحد والمنظومة ماشية كويس بفضل الله. وإن شاء الله الفترات اللي جاية بقى في أكثر من لاعب إن شاء الله بإذن الله مع الفريق. بإذن الله موفقين في مهمتكم. بشكرك جدا المشاركة معنا كابتن أحمد المنشاوي مدير قطاع الناشئين في نادي مصر. توفيق يا كابتن المنشاوي النهاردة إن شاء الله نرجع كسبانين إن شاء الله. واضح انه قفل خلاص بس اكيد سمعك من خلال متابعته للبرنامج على شاشه قناه الاهلي يا كابتن عبد الجليل. طيب في الماتش قيل انه اقعد وممكن يكون كان بيتابع يعني ممكن يكون في الملعب في مكان متاح فيه شاشه. هتكلم بس عن امر ثاني كان قيل في وقت الاعاده او كان في انتقادات لان بعض الانديه كانت بتغالي او ما بتسهلش مهمه التعاقد مع اي لاعب من صفوفها لينتقل للنادي الاهلي، كانت بتصعب المهمه على النادي الاهلي وقيل في وقت من الاوقات ان ده مصر المقاصه واحد من الانديه دي. كابتن عبد الجليل اهلاوي جدا ويعشق جداً. النادي الاهلي وابن من ابناء النادي الاهلي ومسؤول في قطاع الناشئين في مصر المقاصه، لو اتيحت الفرصه وشفت لعيب هيبقى اضافه للاهلي والاهلي ابدى رغبته فيه، ونادي مصر المقاصه عنده شروطه وعنده طريقته في التعاقد، هتتعامل مع الموقف ده وتحل الازمه دي ازاي لو نفسك تشوف اللعيب ده شايف انه ممكن يبقى امتداد للنجم عبد الجليل في الاهلي، هتعمل ايه؟ هي حصلت بالفعل ان صبر رحيل انا صعدته من 12 سنه مثلا اول ما مسكت الفرقه كانت اسمها هويدي او سيراميكا الفراعنه قبل المقصه كان في الناشئين وصعدته لقيته بكليفت ممتاز وتاني سنه اول سنه دي كان في اخرها لعبت النادي الاهلي ماتش ودي كان فايتسا في افريقيا كان بيدير الماتش على ما يهوب وكان هادي خشب موجود ساعتها و فكلموني على باك ليفت تاني يعني اسمه حموكشه فقال لي حموكشه ده عنده كام سنه؟ قلت له لا 34 سنه قلت له انا عايزك تبص على اللي هينزل الشوط الثاني اللي اسمه صبر رحيل. فدارت الايام بعدها مثلا بحوالي 20 يوم فوجئت التليفون الصبح هادي خشب بيقول لي عبد الجليل ده الزمالك بيخلص في صبر رحيل. قلت له ما انا عرضت عليكم قبل كده وهم ما قبدوش رغبتهم في الوقت ده قال لي ده هم بيمضوا دلوقتي. قلت له انا عايز اقوله وانا رئيس النادي يعني هقفل فهو حس ان هو انا عارف ان هو انا نفسي انديه الاهلي يعني لما تشوف لاعب مميز في مصر المقصه والنادي عنده رغبه في بيعه او انتقاله او الاستفاده منه ماليا واستثماريا تبقى نفسك يروح الاهلي ولو قدرت تسهل المهمه دي هتكون في اوقات لو يعني النهارده انا عندي كان هداف الدوري في 97 ابو جوده ده راح الاسماعيلي اعاره دي حاجه كويسه ليه؟ يلعب سنه اعاره مش مهم اخد بطوله 20 سنه بس يروح يلعب يتاقلم يرجع لنا تاني بقى يخش الفريق الاول يبقى لاعب دوري ممتاز ان شاء الله باذن الله. كذلك كذا لعيب برضو في اتنين راحوا حرس الحدود بس ما حصلش تاقلم هناك وكده رجعنا واحد ولسه التاني بنحاول معاه. بصراحه انا يعني السنه دي عامل رديف كويس يعني فرقه الرديف دي هي ماسكها علي عاشور احنا بقى لنا 3 سنين فرقه ال 20 سنه دي في المربع الذهبي اول سنه خدنا تاني جمهوريه ثالث سنه خدنا رابع السنه اللي فاتت خدنا خامس فالشركه فكرت عايزين نجيب طالما احنا بنوصل وبنبقى متصدرين للاول وبيحصل اخر 5-6 ماتشات دروب ده مش تقليل مدربين الفيوم ان هم كل المدربين اللي ماسكينها من الفيوم ان هي وصل المربع كل يبقى سنه المشكله فين لما بيحصل مشكله في اخر كام اسبوع او اخر كلنا بنكتمل فيها كلنا مش مدير فني ولا مدرب ولا 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 ف قلنا نجدد نبقى بالذات لعيب 20 سنه ده لو لعيب هو عنده 18 سنه لو ما لعبش فريق اول بيجي له احباط بيه بعد كده ويجي له احباط فانا الثلاث سنين اللي فاتوا استعملت كل المسكنات مع فريق 20 سنه ليه؟ نفسهم يطلعوا يتمرنوا، إيهاب طلع جلال، إيهاب طلع ناس كتيرة. أنا بس بعذر الكابتن طلعت السنة اللي فاتت لأن كان موقف صعب ما كانش ينفع يطلع حد. السنة دي طلع ضبش لعيب في نص الملعب كويس، حتى امبارح نزلهولي لعب معايا أول امبارح مع المقاولين وكسبنا 1-0 الحمد لله. في مساعدة حلوة ونزل لي حمادة يحيى كان بيلعب معاهم، ففي مساعدة حلوة بس أنا متهيألي النتائج برضو فوق لسه ولسه الكابتن طلعت لسه برضو يعني عارف برضو لسه ما وقفش على محتاج وقت أكتر بالظبط كده. طب خلينا في الوقت المتبقي لو اتسع المجال نرجع نكمل كلامنا عن تجربتك مع مصر المقاصة أكيد هنرجع لكن في أمور مهمة جدا كمان عايزين نسمع رأيك فيها. أسئلة هنسمع إجاباتك عنها سريعا كابتن عبد الجليل. مشوار الأهلي في الدوري العام هذا الموسم مستوى المنافسة ومستوى أداء فريق الأهلي تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة مستر كارتيرون والكابتن محمد يوسف معقول
انت مش عايز كلمه واحده؟ لا مش لدرجه كلمه واحده. يعني اجابات سريعه بس قول لنا لو عايز تقول رايك اكتر. بص كالدرون مدرب كويس جدا. عنده خبره في افريقيا. لما جه وادي دجله هنا ما بانش امكانياته لان القماشه اللي في دجله غير القماشه اللي في النادي الاهلي. شايف ان الاهلي بدا يبين امكانياته كمدير فني اكتر؟ لسه شويه لان هو لسه برضو لسه سادس ماتش لسه بيتفرج لسه بيشوف لسه بيشوف ده احسن ولا ده احسن. المدرب ما يتحكمش عليه غير بعد الدور الاول بعد نص الموسم طبعا عشان يكون خد فكره كامله وكل اللعيبه الاحمال اللي بيعملها اذا كان جايب مخطط احمال او هو بيعمل الاحمال التكتيك بتاعه اللعيب ينفذه ولا لا. في زياده في اللعيبه بتلاقيهم بيزيدوا ولا بيقلوا كل ده الكوتش هو اللي بيشوف الحاجات دي. اللعيب ما بيشوفش نفسه الكوتش لما بيشوف الحاجات دي مش عيب. وده كالدرون ان هو اللي خليه يدفع الشرط الجزائي هناك في امريكا انا بقول له ما تحاولش تبقى مانيو جوزيه خليك كالدرون مش مهم تكسب بطوله ابن فريق. انت عارف النادي الاهلي احنا بنجدد عرض بتتمنى ان كارترون يدفع بعناصر جديده وشباب ويجدد طبعًا في صفوف نكسب نجوم جداد في طبعا الفريق. احسن انا عندي ناصر ماهر كل الاحترام لاحمد فتحي وانا احمد فتحي لما بيلعبش انا بحط ايدي على قلبي برغم ان انا نفسي جدا في الملعب جدا برغم ان انا نفسي محمد هاني يلعب يعني انا يعني برضو انت دلوقتي في صراع دايما بين الجيل اللي طالع والاعمار الاقل مع النجوم الكبار فده ترفع له كوبا احمد ان هو مش مستسلم احمد فتحي بيقاوم وبيرجع يعني احنا لما طلعنا ناشئين كانوا فوقينا كبار استسلموا طلعنا عليهم احمد فتحي مش مستسلم بيطلع اسماء كتير تنافس معاه يعني محمد هاني وباسم حاجه تحفه يعني الاثنين بصراحة لو راحوا أي نادي كسر. طب في المجمل راضي عن أداء الجهاز الفني ومستر كارترون حتى الآن حتى لو قلت كابتن عبد الجنيد وما خدش وقته لا يعني بنسبة والله 70% في أول الدوري مش وحش. طب ومستوى خسر ماتش الدوري ده أقوى وأصعب من الدوري اللي فات؟ هيبقى أقوى أصعب. بالفرق اللي نازلة والفرق اللي موجودة والإمكانيات اللي عندها والإمكانيات اللي عند الأندية واللعيبة اللي في الأندية كمية المدربين المحترمين. تتوقع شكل المنافسة في الأسابيع الأخيرة من الدوري يكون إيه؟ مين الثلاث أسماء اللي تنافس على لقب الدوري هذا الموسم؟ دائما أبدا الحمد لله بنحط النادي الأهلي في المقدمة في التوقع. لا ده يعني هو إن شاء الله بإذن الله ده أمر طبيعي يعني بإذن الله. أنا مش عايز أقول أتمنى إن هو يبقى زي السنة اللي فاتت ياخدوا 13 بونت لا إحنا عايزين نستمتع يعني عايز دوري فيه اثاره يعني بنبقى مبسوطين. طب لو قلت الاهلي واسمين كمان ينافسوا على الدوري الموسم ده يبقوا مين؟ لا الاهلي والزمالك دخل بقوه المصري بقوه جدا. بيراميدز انا كنت شاكك في الاول ان هي ممكن بس فاجئتني ان هي لا في حاجه يعني انا طلعت في برنامج قلت لا لو خدوا 10 يبقى كويس ما ان هم يكونوا بالشكل ده لقيتهم ماشيين بشكل كويس. ليه المحترفين لما جم اول ماتشين افتكروا ان اللعيبه المصريه دول ما بيعرفوش يلعبوا فكانوا بيلعبوا على الوقت. اتفرج على كابو ده ولا كابو دوت بيعمل حاجات زي رونالدينو كده دلوقتي لما عرف اللعيب اللي قدامه المصري ده انه زكي. لازم يبذل مجهود كبير عشان يتفوق على شفت الجون اللي جاب بوز رجله دوت وكل ماتش بيجيب لا عارف ان الدوري المصري مش سهل مش زي الدوريات اللي لعب فيها. طيب يبقى حطيت الترتيب حسب توقعاتك لشكل المنافسه هذا الموسم الاهلي الزمالك المصري بيراميدز دي لا انا ما حطيتش بيراميدز لا بيراميدز ممكن توصل سادس او سابع لان هيحصل فيها مشاكل. ليه؟ اولا بعد ثلاث ماتشات مشي المدير الفني وجاب مدير فني ثاني. ليه؟ عشان الراجل اعترض وانا احترمت المدير الفني ده ان هو ما حدش دخل في شغل احترم المدربين اللي جايه مش عايز تاكل عيش بس. تاني حاجه كتر الفلوس يمكن في النادي الاهلي انت قرش هتاخد قرش لو انت كابتن الكباتن هتاخد زيك يعني في حاجات بسيطه انما مش فروقات عاليه قوي. هتلاقي من ساعات لعيب مثلا بياخد كذا هتلاقي في حاجات ممكن من تحت الترابيزه عاليه قوي لعيب هيعرف هيتقمص هيزعل الحاجات لو في فوارق او تفرقه ماليه كبيره بين لاعب ولاعب الحاجات دي ممكن بتؤثر نفسيا. اتمنى ان اللي موجود معاه طبعا كلهم من النادي الاهلي وعارفين يعني ايه النادي الاهلي وعارفين القيم بتاعت النادي الاهلي
فمتهيألي هيمشي على المنوال دوت وهيتفادوا متهيألي. يعني شايف النادي الاهلي دائما ابدا بيتفوق بالشكل المؤسسي في ادارته. اه طبعا في الشكل اللي فيه تنظيم. انا اتمنى ودايما اقولها للقطاع عندنا اسمعوا بعد 4-5 سنين هيقولوا في يوم من الايام في الداخليه ده كان لعيب ناشئ مقص زي ما احنا كنا بنسمع دلوقتي كتير فلان فلاني كان ناشئ في النادي الاهلي مثلا بيلعب في فلان كان بيلعب في نادي الزمالك في انبي في المقاولين. فدلوقتي الحمد لله انا بتكلم عن الناشئين مش اللي هم اتنقلوا من الفريق الاول المقصه راحت لعيبه كتيره قوي انديه لا بتكلم عن الناشئين. قلت له منتظروا 4-5 سنين لان احنا فعلا عاملين بنيه كويسه وعندنا لعيبه كويسه حتى لو ما لعبوش في المقصه هيلعبوا في انديه ثانيه وهيتقال برضو ده كان ناشئ مقصه. دي مدرسه الكوره اللي طالعه من مصر المقصه او من قطاع الناشئين وده حلم من الحلم اللي انا بحلم فيه. يا كابتن عبد الجليل احنا فين البطوله الافريقيه شكل الاهلي في المنافسه هذا الموسم وتحسين وضعنا في المجموعه وتصدر المجموعه واستمرارنا في مشوار السباق لان الناس بتحلم بالعوده والحصول على اللقب والمشاركه. بص انا اكلمك بصراحه النادي الاهلي ابتدى بدايه وحشه مش حلوه زائد ان الفرق اللي لعبته برضو الحمد لله كانت قليله يعني هنتكلم صح يعني وساعدته اكتر ان بياخد اول وتاني يعني ثلاث عوامل الحمد لله ساعدتنا ان احنا ايه عدينا حاليا بقى حريه كوناكري فرقه تقيله مش وحشه ومعلش يمكن اكبر منك شويه حضرت حريه كوناكري دي زمان من فرق افريقيا كانت زي كوتوكو كده زمان بس حصل لها دروب ف بس ابتدت تبني نفسها تاني ان هي تطلع سان داونز الجنوب افريقي لا يبقى فرقه مش والماتش اللي فات انا شفت الشوط الاول الاهلي ماسك وليه اسم الاهلي خض هم كانوا نازلين مخضوضين جدا من طبعا من خبرات النادي الاهلي. الشوط الثاني مش حكايه الاهلي انا سمعت ناس كتير قالوا ده بدنيا وقع لا مش وقع الرهبه راحت من فريق فهم بداوا يلعبوا ابتدوا يلعبوا يعني اللي هم اللي هو مستواهم اللي كانوا خايفين يقدموه عشان اسم الاهلي عشان اسم النادي الاهلي. طيب يعني هل بتطلب من الجهاز الفني واللاعبين اعلى درجات الاداء والتركيز وبذل الجهد في المباراه اللي جايه شايف ان المنافس قوي ده لازم حتى لو ضعيف وحتى المدافع ضعيف ده لازم تقصى اقصى حاجه لان حتى لو ضعيف وانت ما عملتش حاجه احنا بناخد بالاسباب. لكن حتى في الحسابات الفنيه كابتن عبد الجليل شايفه اعلى من الفرق اللي لعبت الاهلي في الفتره الاخيره. لا حريه كوناكري من اعلى الفرق اللي لعبت في الفتره اللي فاتت دي يمكن الترجي شويه بس الترجي برضو عنده دروب يعني لكن بيلعب برضو برصيد كبير جدا من الخبره بالتاريخ وخبرات اللاعبين بس لما يجي لعب النادي الاهلي لا بس لما الترجي يلعب النادي الاهلي لا النادي الاهلي افضل اعلى الترجي مثلا معلش مع احترام الاتحاد السكندري وكده لا الترجي في افريقيا برضو لما اتعادلت مع الاتحاد السكندري وده بشكر الاتحاد السكندري في البطوله العربيه لان رصيد الترجي الافريقي اكبر جدا اكبر افريقيا وعربيا وكل حاجه الاتحاد السكندري بكات عمر ومصلحي لا كويسين لا 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 حاجه تحفه المصري عامل حاله كويسه اتمنى ان شاء الله ماتش العوده وحسام مدرسه الجوهري بالظبط بره الملعب جوه الملعب لا يعني جوه قصد ارضه لا كرته هجومية أكتر هجومية من الكابتن جوهري جوه ملعب إنما جوه الملعب قصدي خارج الملعب الشخصية القوية والسيطرة لا هو شخصية قوية جوه الملعب بره الملعب لا بيلعب بره في أفريقيا بالظبط زي كابتن جوهري بتتكلم على بلعب على ملعبي ولا خارج ملعبي على ملعبي لا مش زي كابتن جوهري بيهاجم هو ده تطوير بقى المدرب بياخد من كل حاجة كابتن جوهري كان كرته دفاعية كتير جامدة جدا كويسة انت تاخد الكابتن جوهري حاجات دفاعيه بس تاخد من الكابتن حسن شحاته الحاجات الهجوميه ازاي استفيد من كل المدارس التدريبيه اللي اتعاملت معاها. طب سريعا يا كابتن عبد الجليل كنت دائما من اللاعبين اللي مش بس بيلعبوا كره قدم مش بس اسمك نجم من نجوم الفريق الاول في النادي الاهلي لا كنت فعلا من العناصر اللي بتمتع جمهور الكره في مصر بشكل عام مش بس جمهور الاهلي. مين اللاعب من الجيل الحالي في الاهلي او في السنوات الاخيره اللي بيمتع الكابتن عبد الجليل اللي بتتفرج عليه بتستنى وجوده في الملعب وتحب تشوفه؟ بأمانة ناصر ماهر. ناصر ماهر انا اصل انا متابعه بقاله 3 سنين معايا في الناشئين وبيلعب ضدي مع الاهلي في ال 20 يعني من سنتين كان 18 سنه وكان راجع من صليبي كان ماسك الفرقه احمد كشري وبنلعب الماتش في النادي الاهلي وبنلعب في دوره الترقي اللي يكسب بقى ياخد تاني اول تالت يعني عارف كان اللعبه بيني وبين الاهلي وانبي
وقالوا لي ناصر ماهر مدير فني قال لي ده لعيب جامد قوي بس راجع من اصابه. قلت له راجع اصابه ايه؟ قال لي صليبي. رحت لعيبتي قلت لهم ده اكل عيشه كله، حتى لو هناخد البطوله ده يلعبوا عليه بالراحه. اللي هشوفه بيخشوا عليه بغشم. مش عايز تجدد له الاصابه دي، ممكن بتبني مش صليبي ده اللعيب بينزل بيبقى مرعوب اصلا. فروحت الكشري ما كنتش اعرف لسه ناصر، فناديت له قلت له ده لناصر الكشري، كشري حبيبي طبعا. فقلت له بص يا ابني العب براحتك ما تخافش، مش لعبت المقصه مش هتخش عليك جامد، مش هيأذوك في الملعب، مش هيأذوك في الملعب، ما تحطش في دماغك ان واحد، لان انا فعلا اللي هشوفه دخل عليك كره غبيه اطلعه بره بجد. والله دي حاجه جميله يا كابتن عبد الرحمن. انا لا بجد والكشري موجود دي وكان حاضر جميله جدا. ويعني كابتن هو ناصر ماهر ده مش مستقبل مصر دلوقتي؟ يعني متفائل، لو كنت واحد من عناصر الجهاز الفني في الاهلي ولك رؤيه في القرار الفني كنت هتشتغل على اللعيب ده عشان يبقى هو بلاي ميكر منتخب مصر في الفتره الجايه؟ طبعا شايف عنده قدرات. طبعا طبعا عنده رؤيه عاليه جدا وعنده امكانيات جدا. كان يعني انا بشبهه بصالح جمعه في نفس طريقه الاداء، بشبهه كوكتيل بيصنع اهداف بيجيب اهداف بياخد حرك كويس، ده كوكتيل كويس مع انه قصير بيطلع بالهيدرز كويس، ده كوكتيل كويس لازم تستفيد بيه بالشكل الافضل، لازم تستفيد يعني. بيه نتمنى ان ده يتحقق في الفتره الجايه، وفي كمان امال كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي على اللاعب النجم الصاعد ناصر ماهر، والجمهور بيستنى منه الكثير بعد المستوى اللي قدمه في تجاربه الاخيره مع الشكر الأهلي. مع الشكر للي لعبوا مكانه قبليه ويكملوا برضه بدون ذكر اسامي طبعًا. اي حد لعب مكانه قديم عمل 10 سنين زي الفل، لكن شايفه ممكن يبقى نجم كبير في الفتره الجايه في الاهلي ومنتخب زي قبلينا كان الكابتن خالد الكابتن مجدي احنا طلعنا بعديهم وهكذا. اتمنى كده ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق في تجربتك مع التدريب سواء في قطاع الناشئين او في مشوارك كمدير فني ان شاء الله في اي فرقه هتتولى العمل معها في اي مرحله عمريه، واكيد حلمك زي ما قلت لنا كابتن عبد الجليل التواجد كمدير فني مع الانديه في الدوري الممتاز ومع المنتخبات. كل التوفيق وان شاء الله تبقى مسيرتك التدريبيه على نفس قدر نجوميتك ونجاحك كواحد من افضل اللاعبين في تاريخ مصر. ميرسي جدا يا كابتن، واول لقاء ليك معاك خفيف وعدى. ميرسي جدا يا فندم، ربنا يخليك اسعدتنا بوجودك معانا. بشكر نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا الكابتن محمد عبد الجليل. دي كانت فقرتنا الاولى نجوم كبار في تاريخ النادي الاهلي ومنهم بالتاكيد نجمنا الكابتن محمد عبد الجليل. ابقوا معنا فقراتنا مستمره في الاهلي ليله بعد الفاصل. الزميل العزيز الكابتن خالد العوضي مع الكابتن عاصم حماد رئيس جهاز كره اليد في النادي الاهلي، تابعونا.